السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. ان احنا لسه مستمرين في اكلات العيد. النهارده هعمل معاكم طاجن الباميه بطريقه جميله جدا. مقاديره طبعا دي باميه بتجيبيها صغيره شويه وسط يعني كده، وبتقمعيها بالطريقه دي كده، تغسليها وتصفيها. ومعانا اللحمه ضاني، طبعا الطاجن ما يبقاش حلو غير باللحمه الضاني. ومعانا صلصه مفرومه عليها قرن فلفل بارد وتوم، بتاع 5 6 فصوص توم كده. ومعانا بصله كبيره مفرومه، دي حاجه طاجن الباميه، ودي حاجه الشوربه بتاعه اللحم، بصلايه وورق لور وحبهان، ودي التوابل بتاعه الطاجن بقى، ده فلفل اسود وملح وكزبره وكمون وبهارات لحم. هنبدا بقى الاول نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وابدا معاكم. يلا نشوف طريقه طاجن الباميه بيتعمل ازاي. بس اول حاجه هنعملها هنشوح اللحمه الاول. هنبدأ بقى نشوح اللحمة. بسم الله ما شاء الله، نحطها في الحلة كده من غير أي حاجة خالص. هي أصلا طبعا فيها دهون هتسيح مع الـ مع الـ مع الحاجة السخنة يعني، مع السخنة. بسم الله ما شاء الله. لازم تشوحي اللحمة الضان دي عشان تسرد اللي فيها، بس ما تبقاش ايه دسمة قوي. هنضيف طبعا معاها الورق اللور والحبهان. والبصلايه كمان متقطعه بقى اهي. نبدا نقلب بقى. احنا هنوطي عليها النار خالص ونسيبها شويه. نضيف بقى الفلفل الاسود شويه، فلفل اسود بس عليها، طبعا الملح لسه مش دلوقتي خالص. هننقلها بقى على العين تانية عشان نعمل حاجة الطاجن، عشان نبقى ايه كله مع بعض شغالين ويخلص كله في وقت واحد. احنا مطين طبعا وهنسيبها خالص لحد ما ننزل الدهون اللي فيها. نجيب بقى نحط الطاسة دي عشان نعمل طاجن البامية. انا حاطة دلوقتي معلقة ليا ضاني، هي ساحت بس من الحر، معلقة صغيرة ومعاها شوية زيت ذرة صغيرين. تسخن بس كده وننزل بالبصل عليها على طول. نغطي طبعا على اللحمة دي، نغطي عليها ونسيبها مع نفسها كده لحد ما تسرد اللي فيها. اللي ما بيحبش اللي هي الضاني ممكن تستغني عنها وتعملي بزيت ذرة عادي، هو كده كده اللحمة الضاني بيبقى فيها دهون برضه. النار بس شوية بس. ريحة دي اللي هي الضاني بصراحة بتدي شمخة جميلة جدا للطاجن وبتبقى ريحته فظيعة. كده شويه بس مع نفسها، وبعدين ننزل بالبصلايه اهي. كتر البصل في الطاجن بتاع الباميه ده بيخلي الباميه مسكره جدا وطعمها حلو.
ياخد بقى تشويحه كده. احنا عايزين بس البصله تتشوح بسيط، مش عايزينها تحمر ولا حاجه. انا هنزل بقى بالتوابل هي اللي مع البصل الاول عشان تشوح معاها تشويحه، بتدي لها ريحه وطعم ايه بقى خطير. شايفين شكلها تشويحه بس كده، وبعدين اجيب الطماطم وانزل بيها على طول. ننزل بالطماطم لما نطلع النبي. كده الطماطم اللي انا فرماها دي عليها قرن فلفل والثوم، انا بحطه ني مع الطماطم. بس كده هسيبها بقى تغلي مع نفسها لحد ما تقصر شويه، وبعد كده نبص على نبص الاول على اللحمه نشوفها وصلت لحد فين. اللحمه بقى مش هنحط لها ميه كتير، يا دوبك ايه تشوفوا شايفين عملت الدهون اللي فيها عملت في الحله اهي. هنسيبها مع نفسها برده لحد ما تعمل خالص، وازودها شويه ميه صغيرين سخنين بس، نسيبها شويه كمان. والصلصه برده هنشوف بقى اللحمه مع بعض. انا ما زودتش ميه خالص، شايفين هي عملت ايه، سردت اللي فيها كله اهو، حتى انها تستوف كده هزود بس كبشه شوربه عندي. انا عامله شوربه ثانيه اهي، هنزود بس كبشه منها عليها. ممكن تزودوا ميه سخنه لو مفيش شوربه عندي، بس كده هما كبشتين اتنين، مش هزود اكتر من كده. واسيبها تستوي في قلبهم عشان هي لسه هتستوي كمان مع الباميه. شايفين حاطه قد ايه حاجه بسيطه خالص ازاي. هسيبها بقى تغلي لحد ما تتوج السوا بتاعها، ونشوف الصلصه كده مع بعض. ما شاء الله شايفين الجمال والريحه تحفه جدا. انا بقى هجيب الباميه تاخد غلوه واحده مع دي. هضيف بس الدنيا تاخد غلوة، اللهم صل على النبي. لو البامية مثلا كبيرة شوية بيبقى ساعات فيها كبيرة على صغيرة تقطعها نصين. انا عايزاها تاخد غلوتين كده مع بعضها بس.
عشان نبدأ نحطها في الطاجن مع اللحم. شايفين منظرها؟ جميلة جدا. سيبها بقى تغلي شوية وبعد كده ايه نشوف البامية بقى، نبص عليها. شايفين اتسبكت خالص ازاي وجميلة اهي البامية، شكلها وريحتها وطعمها بقى خطير جدا. هعملها بقى، نبدأ نحطها في الطاجن واللحمة كمان. انا ما ضفتلهاش مية خالص غير كبشين اتنين واستوت فيهم، يعني ما تبقاش غرقانة بالشوربة عشان ما تبقاش طرية كده. فهنبدأ بقى نفضيها. هنعمل بقى ايه؟ اللحمة اهي يا جماعة ما شاء الله جميلة جدا واستوت. هنرصها كده في قلب الطاجن. شايفين اللحمة ما شاء الله طرية جدا ولسه كمان هتستوي في قلب الطاجن، سخنة بس مش عارفة امسكها قوي اهي. هنضيف عليها بقى البامية. بسم الله اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ شايفين؟ خلاص بقى اللحمة. ممكن تقطعي اللحمة قطع صغيرة وتحطيها في قلبها عادي برضو اهي، او تخليها زي ما هي كده براحتك يعني. تكوني طبعا قايده الفرن بتاع البوتاجاز على درجه حراره عاليه شويه، تاخد بس غلوتين وريحه الفرن وكده والطاجن، وبعد كده ندفعها بس كده. طبعا الباميه ما تبقاش جميله بقى كمان اكتر الا لما نعمل معاها طبق ملوخيه خضراء عشان الاكله تكمل. فهحط بقى الطاجن في الفرن واعمل معاكم الملوخيه الخضراء. الملوخيه الخضراء زي ما قلنا ما ينفعش طاجن الباميه الا لما يكون معاه ملوخيه، بصراحه بيبقى اكله لذيذه يعني وحلوه. فده نص كيلو ملوخيه او ازيد شويه متخرطه، طبعا بتغسليها وتخرطيها كويس الدرجه دي كده، ومعاها بس ثوم مفروم وكزبره، ودي معلقه ليا برده بما اننا بقى في العيد واللي بقى موجوده والحاجات دي بتبقى طعمه جدا وبتدي شمخه كده جامده للملوخيه. فمعانا معلقه ليا صغيره وهبدا بقى اعملها معاكم دلوقتي. احنا حاطين بقى مجهزين حله فيها شوربه عشان الملوخيه. طبعا ما بتكتريش الشوربه لحد ما تشوفي هي هتحتاج ولا لا. اول ما تغلي بقى نروح نازلين بالملوخيه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربه اللي حابب يحط مرقه دجاج يحط، اللي ما بيحبش مرقه دجاج بلاش. ماشي، طريقتها سهله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ما تقلبيش فيها كتير، بس ايه لحد بس ما هي ايه تفك مع بعضها كده وتاخد غلوه واحده بس وبعدين نشيل. ممكن بقى تعملي جنبيه شويه جنبهم شويه رز، او اللي عايز بيحب يغمس بعيش بس يغمس براحتكم يعني. تعملي جنبها شويه رز بشعريه بيبقى جميل جدا برضو. اول ما هتبدا تغلي بس هنشيلها على طول ونعمل الطشه بتاعتها. بس هي طول ما هي على النار بقى التكه بتاعت المخايه ان انت ما تقلبيش فيها كتير علشان ما ترقدش منك في الحله من تحت. لازم تسيبيها كده تغلي غلوه مع نفسها، وهنشوف هوريك هتعملي ايه دلوقتي فيها برده.
بدأت تغلي، هي كده مش محتاجين شوربة يعني، السمك بتاعها كده ده كويس. في بقى ريم ابيض بيطلع فوق كده على الوش، ده ممكن نشيله بالمعلقة، هو الريم الابيض ده. بس نقلبها برضه كده تقليبة، شايفينه؟ اهو تشيله بالمعلقة علشان برضه ما ترقدش منك الملوخية، كل ما يطلع شوية كده تشيليهم. الله على الريحة بتاعتها جميلة. شايفين السمك بتاعها جميل ازاي؟ اللي حاببها رؤية عن كده ممكن تزودوا شوربة عادي، لكن هي كده جميلة جدا، تقدري بقى تاكلها مع الرز وتغمسها بعيش تبقى كويسة يعني. هنركنها بقى على جنب اهي، نبدا بقى نعمل التقليه بتاعتها. زي ما قلنا ايه، المعلقه اللي هي صغيره، نشيل بس اللي هو الليم الابيض ده. ونبدا بقى نضيف الثوم والفلفل، قصدي سوري معلش، الثوم والكزبره. الريحه بقى بتبقى خطيره جدا باللية دي بصراحه، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وهتبقى طعمها لذيذ كمان وحلو. هي ايام العيد دي معروفه بقى بنلخبط فيها شويه في الاكل، بس يلا يومين بقى. مش عايزينها تحمر قوي وتتحرق عشان ما تمررش معاكي، يا دوبك الثوم يتشوح تشويحه كده بس. بصوا بقى هنعمل ايه، تقليبه واحده كده وناخد كبشه صغيره. بسم الله، شايفين اهي، اللهم صل على النبي. تروحي ضيفاها هنا من كده تقليبه، ايه رايكم يا جماعه؟ بس هي كده الملوخيه خلصت خلاص، ولا خدت اي حاجه. هيطلع بقى الطاجن من الباميه من الفرن ووريكم شكله عامل ازاي. في بقى ملحوظه، معلش يعني لما تعملي الملوخيه ما تغطيهاش خالص دلوقتي علشان ما ترقدش منك في قعر الحل، سيبيها كده زي ما هي وبعد كده نبقى نشوفها يعني بعد كده، بس المهم ما تغطيهاش. كده يا جماعه الاكل تمام جاهز، اتفضلوا معانا. عملت طاجن الباميه معاكم خطوه بخطوه، تشوفوه برده ان شاء الله يعجبكم يا رب الفيديو والملوخيه. وطبعا عملت بقى شويه رز شعريه اي حد يعرف يعملهم عادي، ومعاهم بقى ليمون مخلل وليمون اخضر، طبعا بنعصر على الباميه ليمون اخضر بتبقى في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش في اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لكل الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.